انطلقت فعاليات المؤتمر الأول لشباب الجامعات برعاية وتنظيم جامعة الجلالة الأهلية بمشاركة 12 جامعة مصرية وأجنبية. ضمت أجندة المؤتمر عددا من المشاركات لقصص نجاح للطلاب وعرض عدد من رواد الأعمال الشباب تجارب نجاحهم. فكرة جامعة الجلالة هي تجمع الشباب الجامعات المصرية في جامعة الجلالة ويبقى في منصة شبابية بنتحاور في أهم القضايا اللي الشباب بيعاني منها. النهاردة كان فكرة المنتدى والمؤتمر مركزين على مجال ريادة الأعمال. الشباب عايز يشتغل، الشباب عنده أفكار وعايز يعمل ينفذ هذه الأفكار، فجبنا ناس ناجحة في مجال ريادة الأعمال، ناس عملت شركات كبيرة جدا، اللي هما يسمعوا التجربة تجربة الشباب دي وتبقى قصص ملهمة للشباب الجامعات المصرية. واحنا النهاردة في منتدى شباب في جامعة الجلالة، وفي المنتدى ده احنا بنستفيد حاجات كتيرة، بنستفيد عرض الواقع بتاع مجال العمل ده بيشتغل ازاي، فازاي بتتحول من الحاجات اللي انت بتدرسها لأرض الواقع تبقى ازاي، وبقى من الحاجات اللي هي الحاجات الواقعية اللي بتأثر جامد في مجال العمل، منها الحاجات الحكومية، الحاجات المالية. بصراحة انا استفدت قوي، لان احنا من الصبح بنسمع في توكس كلهم اهم من بعض، اتعلمت حاجات كتير قوي ليها علاقه بالبيزنس، وجالنا سبيكرز بيتكلموا عن ستارت ابس وازاي بداوا وازاي هما سكسسفل قوي كده. فبصراحه حاسه اني استفدت قوي. جيت النهارده المؤتمر الجلاله عشان دي فرصه ان احنا نتقابل مع بقيه الجامعات، خصوصا ان انا ماسكه بوزيشن في الاتحاد الطلبه عندنا اللي هو ماسك الكوميونيكيشنز ما بين الجامعات الثانيه، وبقوي الجامعات، يعني بقوي الكوميونيكيشن ما بيننا وبين الجامعات عندنا. فده صراحه فرصه ان انا اتقابلت مع بقيه الجامعات، ودي فرصه ما كانتش موجوده، وعشان كده هيدينا الفرصه ان احنا نتعاون معاهم في المستقبل لايفنتس جايه ان شاء الله.